بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة بداية الأسبوع، واليوم هو بداية المشوار الإفريقي للنادي الأهلي. حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، يستطلع هلال دوري الأبطال اليوم مساء على استاد السلام بمواجهة بطل غانا ميدياما الغاني في مباراة بيحضرها 15,000 متفرج في الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. حلقة اليوم من برنامج الترند بالتأكيد هيكون فيها كواليس وتفاصيل عن الساعات الأخيرة لهذه المباراة الهامة. بداية لابد أن تكون قوية سواء نتيجة أو أداء، خاصة بعد الانطلاقة القوية للمنافس التقليدي للأهلي في هذه المجموعة شباب بولوزداد الجزائري بعد فوزه على يانج أفريكانز التنساني على ملعب 5 جويلية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. حلقة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا، لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة. وسؤال حلقة النهاردة، عايز أعرف توقعات حضراتكم على تشكيل الأهلي في مباراة ميدياما اليوم، وتوقعاتكم أيضا على نتيجة اللقاء. تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة على السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم على التشكيل وأيضا النتيجة، خاصة أن تشكيل اليوم أعتقد ممكن يكون فيه مركز أو اتنين فيهم تعديل في ظل غيابات ودخول عناصر جديدة في الفترة الأخيرة. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يبدأ مشواره اليوم في دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وفي الترند المحلي، اتحاد الكرة يرسل تصويت فيتوريا وصلاح لأفضل لاعب في إفريقيا. وفي الترند العالمي، هالاند يواصل كسر الأرقام بالدوري الإنجليزي. منذ قليل طبعا كانت في مباراة قمة مباريات البريمير ليج، بالتأكيد يعني هتكلم على نتائج مباراة اليوم، لكن كانت مباراة قوية جدا ما بين المان سيتي وليفربول، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وصلاح صنع هدف لليفربول، كان هدف التعادل بعد تقدم المان سيتي في الشوط الأول. طب نروح لمباريات دوري أبطال إفريقيا، ومنذ قليل يعني انتهت مباراة سيمبا التنزاني مع أسيك ميموزا الإيفواري في ملعب بنيامين مكابا في دار السلام بالتعادل الإيجابي 1-1. هذه المباراة ضمن مباريات المجموعة الثانية اللي فيها أيضا يوان جالاكسي بطل بتسوانا مع الوداد الرياضي المغربي، وهذا اللقاء كان بيديره طاقم تحكيم مصر بقيادة الكابتن محمد معروف. نروح لمباراة الساعة 6، في مباراتين كلاسيكو وديربي الكرة التونسية، الترجي في مواجهة مع النجم الساحلي على استاد حماد العقربي في مدينة تونس في رادس، وهذه المباراة أيضا يديرها طاقم تحكيم مصر بقيادة الحكم الدولي الكابتن محمد عادل، وعلى الحكم الرابع الكابتن إبراهيم نور الدين. الساعة 6 أيضا في مباراة يديرها طاقم تحكيم مغربي بيترو أتلتيكو الأنجولي في ملعب 11 نوفمبر بيستضيف الهلال السوداني. والساعة 9 من مساء اليوم، الوداد الرياضي المغربي في مراكش بيستضيف جوان جالاكسي بطل بتسوانا في قيادة تحكيمية للطاقم تحكيم من الصومال. والأهم اليوم، مباراة الأهلي مع ميدياما الغاني على استاد السلام في الساعة 9 من مساء اليوم، ومباراة يديرها طاقم تحكيم من مالي بقيادة بوبو تراوري. نروح للدوري الإنجليزي، ومنذ قليل انتهت قمة المباريات بتعادل السيتي مع ليفربول بهدف المقابل هدف. وفي الآن في هذه الأثناء في 5 لقاءات في توقيت واحد، بيرلي بيستضيف وستهام يونايتد، لوتن تاون بيستضيف كريستال بالاس، نيوكاسل يونايتد بيستضيف تشيلسي، نوتنغهام فورست بيستضيف برايتون، شيفيلد يونايتد بيستضيف بورنموث، وفي الساعة 7:30 برنتفورد بيستضيف أرسنال. الدوري الأسباني، واليوم يبدو أنه يوم التعادلات الإيجابية. منذ قليل أيضا انتهت مباراة رايو فاليكانو أمام برشلونة بالتعادل الإيجابي 1-1، والساعة 5:15 فالنسيا بيستضيف سيلتا فيجو، 7:30 ختافي بيستضيف الميريا، 10 من مساء اليوم أتلتيكو مدريد بيستضيف ريال مايوركا. نروح للدوري الإيطالي، وفي هذه الأثناء لاتسيو متقدم على سارينتيانا خارج أرضه بهدف مقابل لا شيء، وفي الساعة 7 أتلانتا بيستضيف نابولي، وفي 10:45 ميلان بيستضيف فيورنتينا. دي أبرز مباريات اليوم. النهاردة كما هو العادة وانتوا عارفين اليوم السبت الممتاز، فقمة المباريات خاصة كمان مع دخول مباريات دوري الأبطال في الفترة القادمة. فاصل ثم نواصل. بدري كده واحنا بنتكلم معاكم على مباريات دوري أبطال إفريقيا، محتاجين برضو نركز على كأس العالم للأندية. يعني كأس العالم للأندية إن شاء الله هينطلق في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، ولكن في إجراءات إدارية وفنية بتجرى خلال الأيام القليلة المقبلة. ليه؟ الأهلي مقبل في الفترة اللي جاية على 5 مباريات، ولكن كولر وهو بيركز في الخمس مباريات
ثلاث مباريات الإفريقية: ميدياما الغاني، يانج أفريكانز التنزاني، شباب بلوزداد الجزائري في القاهرة، مباراتين في الدوري مع سموحة مع زد. في الخمس مباريات تركيزه كمان بخلاف النتيجة والأداء والانتصارات في المباريات اللي جاية هيركز على القائمة المختصرة لكأس العالم للأندية. الموعد الرسمي والنهائي اللي حدده الاتحاد الدولي للنادي الأهلي لإرسال القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العالم للأندية وأولى المباريات يوم 15 ديسمبر الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة هيكون آخر موعد يوم الاثنين القادم، مش اللي جاي، اللي بعده، الاثنين اللي بعد القادم إن شاء الله 4 ديسمبر. يوم 4 ديسمبر الأهلي يرسل القائمة المختصرة والنهائية ب 23 لاعب. كلنا عارفين إن الفترة الأخيرة كان الأهلي أرسل قائمة مبدئية ب 35 لاعب من ضمنها 4 حراس مرمى، ولكن الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الفيفا لاختصار القائمة ل 23 لاعب وهؤلاء اللاعبين اللي هيشاركوا في البطولة هيكونوا أساسيين وعلى دكة البدلاء، محدش هيطلع بره القائمة خالص، 23 لاعب في قوائم المباريات. آخر موعد يوم الاثنين بعد المقبل 4 ديسمبر، الأهلي إن شاء الله هيختصر القائمة إلى 23 لاعب. يعني الأهلي يلعب مباراة ميدياما الغاني النهاردة، يلعب مباراة سموحة في الدوري يوم الأربعاء اللي جاي، بعد كده أو يوم الثلاث اللي جاي، يوم الثلاث على استاد المقاولين، بعد كده يسافر تنزانيا يلعب مباراة السبت اللي جاي زي النهاردة مع يانج أفريكانز التنزاني في تنزانيا، يرجع يلعب مباراة نادي زد. ما بين يانج أفريكانز ومباراة نادي زد الأهلي يبعت القائمة يوم الاثنين 4 ديسمبر، يبقى بالتالي بعد ثلاث لقاءات ميدياما سموحة يانج أفريكانز يقدر كولر بعد الثلاث مباريات دول إن شاء الله بإذن الله ما يكونش فيها أي إصابات، ولكن بعد الثلاث مباريات دول كولر هيحدد القائمة النهائية. ثلاث حراس مرمى بحد أقصى، ثلاث حراس مرمى بحد أقصى بالإضافة إلى 20 لاعب. طبعا أنت عندك بقى محمد هاني، أكرم توفيق، خالد عبد الفتاح، في ثلاثة في الجبهة اليمنى، هل هيختار منهم اثنين بس؟ عندك علي معلول، كريم الدبيس في الجبهة اليسرى، أدي اثنين. عندك في خط الدفاع في رامي ربيعة، في ياسر إبراهيم، في محمد عبد المنعم، في محمود متولي، هل هياخد أربعة ولا يكتفي بثلاثة؟ عندك في نص الملعب في السولية راجع من إصابة بعد فترة طويلة جدا تقترب من حوالي يعني خمس شهور، في أليو ديانج، في أحمد نبيل كوكا، في مروان عطية، في محمد مجدي أفشة، في إمام عاشور. بنتكلم على ست لعيبة في وسط الارتكاز أو في الخط الأمامي. بنتكلم على أجنحة الفريق في الجبهة اليمنى أو اليسرى: أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، بيرسيتاو، حسين الشحات، كريستو معرفش يلحق كأس العالم ولا لا بعد الإصابة اللي خرجته من قائمة مباراة النهاردة للفترة اللي جاية. طبعا رضا سليم لسه مش هيرجع إلا قبل على شهر يناير المقبل، فهو بالتأكيد خارج كأس العالم للأندية. لسه عندنا محمود عبد المنعم كهربا، عندك كمان صلاح محسن، في كريم نيدفيد، في كمان أنتوني مودست بعد الإصابة اللي يعني اتعرض لها في التمرين امبارح. برضه هنشوف موقف مودست، هل الإصابة لا قدر الله تمنعه من المشاركة في كأس العالم؟ خدوا بالكم النهارده 25 نوفمبر، يعني أول مباراة للأهلي بالظبط بعد ثلاث أسابيع، بعد ثلاث أسابيع. فبالتالي هل إصابة مودست ممكن لا قدر الله تكون أكتر من كده وأقل من كده؟ ده هنشوفه في الأسبوع اللي جاي، لأن أنا قلت لحضراتكم ثلاث ماتشات هيلعبهم الأهلي، وبعد الثلاث ماتشات ميدياما، سموحة، يانج أفريكانز، يرجع من تنزانيا يوم 3 ديسمبر يبعت القائمة النهائية يوم الاثنين 4 ديسمبر. وبالتالي الثلاث مباريات دول هيكونوا حاسمين بشكل كبير جدا في اختصار القائمة إلى 23 لاعب عشان تستعد لأولى المباريات بإذن الله أمام اتحاد جدة أو أوكلاند سيتي النيوزيلندي. دي بداية كان لازم أبدأ بيها النهاردة وخبر مهم نقوله لكل السادة المشاهدين. نروح لدوري أبطال إفريقيا، والنهاردة مباراة هامة جدا والنتيجة فيها مهمة بنسبة كبيرة جدا. ليه؟ أنت بتلعب فريق أولا ملوش تاريخ في القارة الإفريقية وليست من الفرق اللي ليها باع طويل في الدوري الغاني، وحتى ترتيبه حاليا في الدوري الغاني بنتكلم في المركز السابع أو الثامن. أنت بتتكلم مثلا مش في تشيلسي الغاني أو هارتس أوف أوك أو أشانتي كوتوكو، لكن فريق قدر الموسم اللي فات يعمل نتائج مميزة جدا في الدوري الغاني. مجموعته هتكون مع النادي الأهلي، وفوز شباب بلوزداد بالامس على يانج افريكانز يدي دفعه قويه للاهلي، لازم يبدا بدايه قويه. مش بتكلم على فكره الثلاث نقاط والمشوار لسه طويل، لا، انت حامل اللقب لازم تدي رساله من بدايه البطوله او من بدايه دور المجموعات اللي انت هدفك الحفاظ على اللقب، هدفك انك تعمل نتيجه واداء مميز جدا عشان تبقى رساله لكل الفرق المنافسه اللي انت داخل البطوله عشان تحافظ على اللقب بتاعك. زي ما انتم شايفين
ده تدريب فريق ميدياما الغاني بالأمس على استاد السلام في نفس توقيت المباراة. فريق ما فيهوش نجوم كتيرة، يعني ما فيهوش أسماء كبيرة أو أسماء لامعة من اللاعبين اللي موجودين في منتخب غانا. ممكن يكون في لاعب أو اتنين كانوا موجودين مع منتخب غانا في الأجندة الدولية لما لعبوا مع مدغشقر وفي الأجندة بتاع تصفيات كأس العالم، ولكن زي ما قلت لحضراتكم ميدياما ليست من الفرق ذات الباع الطويل في القارة الإفريقية. يعني لو قارنت ميدياما بشباب بلوزداد بيانج أفريكانز لا يجي في المرتبة الرابعة في المجموعة. يانج أفريكانز كان وصيف الكونفدرالية العام الماضي. شباب بلوزداد في دوري الأبطال آخر 4-5 سنين يعني كان بيوصل سيمي فاينال أو بيوصل حتى دور الثمانية، كان بيبقى ليه نتائج جيدة في الأدوار المجموعات، أقصى الزمالك حتى في السنوات اللي فاتت من دور المجموعات. ففريق ليه باع طويل. امبارح كسب يانج أفريكانز 3-0، ولو تبص حتى على تشكيلة شباب بلوزداد فيهم لعيبة كويسة، لعيبة مميزة. الصفقات اللي أبرمت في الصيف مع شباب بلوزداد هتدي شباب بلوزداد قوة كبيرة جدا في دوري المجموعات. امبارح بتفرج على مباراته مع يانج أفريكانز، دارفيلو رأس الحربة لعيب مميز جدا رقم 13، لما نزل كمان يوسف العيفي رقم 20 كان بديل ليه احرز هدف وكان لعيب مميز جدا. في كمان بن غيس اللاعب اللي كان موجود في نادي الترجي التونسي حاليا موجود في شباب بلوزداد. عندهم حارس المرمى أليكس كوندوزو حارس مميز جدا. لو بتتكلم على الاطراف الباك رايت والباك ليفت اتنين على اعلى مستوى، اتنين على اعلى مستوى في كرات عرضيه وفي التغطيه وفي التقدم للهجوم، اتنين مميزين جدا. انت بتتكلم على بالخاطر رقم 22 وبتتكلم على لحوف رقم 20. ففريق كويس، عنده لعيب اجنبي رقم 14 سماكه لعيب مميز جدا. فرقه شباب بلوزداد فرقه كويسه، فبالتالي مباراه النهارده محتاجين نظهر فيها بشكل كويس. 3 نقاط، مجموعه اهداف تكون مهمه جدا، تغيير بقى الملعب اعتقد دي كانت نقاط اتكلم فيها مارسيل كولر، واكيد كولر كان في كلام جد مهم جدا قاله في المؤتمر الصحفي. لكن قبل ما اطلع للمؤتمر الصحفي، النهارده طاقم التحكيم اللي هيدير هذه المباراه طاقم تحكيم من مالي عنده خبرات كبيره. بوبو تراوري عنده 44 سنه فحكم ليه باع طويل جدا. لو قارنا بالمباراه الافريقيه اللي بتتلعب سواء النهارده او في المباراه اللي اتلعبت الفتره اللي فاتت، لا يعني حكام الخبره ابتدوا يظهروا من تاني. النهارده محمد معروف كان بيدير ماتش اسيك وسيمبا، محمد عادل بعد ساعه الا ربع هيدير مباراه الترجي والنجم الساحلي، بوبو تراوري مباراة الأهلي وميدياما الغاني. فطاقم تحكيم يعني ليه خبرات كبيرة. المساعد الأول مديبا سماكا، المساعد الثاني أمادو بيلي، والحكم الرابع إبراهيم كيتا. طاقم تحكيم كله من مالي هيدير مباراة النهاردة. بلوزداد في الصدارة خلاص ب3 نقاط، يانج أفريكانز بدون رصيد، والنهاردة إن شاء الله النتيجة لو أكتر من 3 الأهلي يتصدر المجموعة مبكرا في انتظار السفر إلى تنزانيا، عشان الجولة الثانية هتبقى مواجهة صعبة جدا مع يانج أفريكانز الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. طيب كولر كان ليه تفاصيل مهمة جدا قالها في المؤتمر الصحفي، وعلق على فكرة عدم إقامة المباراة على استاد القاهرة وإقامتها في استاد السلام. نطلع نتابع تصريحات كولر ورامي ربيعة ونرجع عشان عندي تعليق على تصريحات مدرب الأهلي وكابتن فريق النادي الأهلي. أتمنى إن شاء الله إن فريقي بكرة تكون عندها قمة التركيز، الشراسة والرغبة، سواء في اللعب لقدام اللعب الهجومي. أتمنى إن فرقة بكرة تكون عندها كامل التركيز والشراسة والإصرار في الجزء الدفاعي كمان. بنتمنى إن الفرقة تكون في أحسن حال. أنا أعتقد إن الفريق متأكد إن الفريق مستعد كويس، وأتمنى إن هم يظهروا بكرة بالمستوى اللي هم يستحقوه. طبعا الموضوع مش زي اوروبا ان الواحد يقدر يحصل على معلومات بشكل غزير او يشوف اي فرقه في اي وقت في اي حاجه، ده مش متاح هنا بنفس القدر. لكن انا وده طبعا بيعطل شويه عمليه التحضير والتحليل، لكن انا حصلت على 3 مباريات كامله للفريق، قدرت ان انا اتفرج عليه كويس، قدرت ان انا احاول ان انا اطلع منه اكبر قدر من المعلومات بحيث ان انا اقدر اديها للعيبه انها تبقى معاها معلومه كافيه عن الفرقه وطريقه لعبها وشكلها ونقاط قوه وضعف. فده هنقدر نتكلم فيه مع اللعيبه، لكن زي ما قلت لحضرتك الموضوع مش زي اوروبا ان انت تقدر تحصل على المعلومات بنفس السهوله. بالتاكيد لو الواحد بيسالني على اللي انا نفسي فيه، نفسي طبعا لعيبتي تبقى معايا طول الوقت، كلهم سلام كلهم طول الوقت معايا، لكن احنا فريق كبير وبالتالي عندنا لعيبه دوليه كتير. اللعيبه الدوليه مش المصريين بس، كان عندنا كمان لعيبه دوليه من جنوب افريقيا او مالي،
بيبقى كمان غير للاسف كمان بيتم حساب الماتشات بوقت ضيق جدا بين الماتشات الدوليه او التوقف الدولي وبين الماتشات بتاع دوري الابطال. كل مره بنتعرض لنفس المشكله دي مع وجود الطيران وتاخير الطيران، اللعيبه بتيجي متاخر، فكل ده طبعا بيعطل الامور. لكن ان احنا عندنا لعيبه عندها خبرات كبيره، عارفه تتعامل مع الموقف ده، تعامل مع الموقف ده كتير قبل كده. كمان بيبقى قراري في الاخر، انا بفكر ساعات ان بعض اللعيبه اقول طيب هل اريحه ان انا ما ينزلش من الاول، او ان انا اريحه الماتش ده اديله يومين ثلاثه كمان بحيث ان انا عشان ما يقعش مني الماتشات اللي بعد كده، افكر في المستقبل كمان. كل ده بيبقى قراري، لازم كل بحث كل ده مع بعض عشان اقدر اعمل قرار سليم. طبعا كلامك صح، ان لو الماتش اتاخد بثقه زياده بيبقى بيتقلب ضد الفريق اللي بياخده بثقه. دي في الكوره مش موجوده، يعني كل ماتش بتدخله بان انت عايز تاخد الثلاثه بونت في الاول، وتركز ان ده زي ما الراجل قال ان دي اول ماتش في البطوله، فبالنسبه لك انت بتبقى عايز تحقق الماتش زي ما مطلوب منك باداء وتفرح جمهورك، وفي نفس الوقت تاخد الماتش زي ما انت عايز. فالثقه الزياده دي مش موجوده في لعيبه الاهلي، انت بتاخد الماتش ان انت بتبقى بتركز عايز تجيب الثلاث نقط، وده بس اللي بتبقى مركز عليه. الثقة الزيادة ده بيبقى سلاح ذو حدين زي ما اتكلم رامي ربيع، لأن المباراة اللي زي دي رغم إن أنت ما بتلعبش منافس كبير أو ليه باع طويل في الكرة الإفريقية، ولكن مهم جدا ما يكونش عندك ثقة زائدة. لازم تركز في المباراة في التسعين دقيقة، ما تضمنش في أي لحظة من المباراة الكرة فيها تفاصيل كتيرة، ممكن لا قدر الله من لعبة أو من حركة تخسر نتيجة مباراة، فبالتالي مهم جدا التركيز طوال التسعين دقيقة. كولر على فكرة بخلاف تصريحاته ركز على نقطة مهمة جدا، اتكلم على موضوع نقل المباراة إلى استاد السلام بسبب غلق استاد القاهرة، والراجل كمدرب الحاجات اللي زي دي على فكرة تفاصيل فنية ممكن تفرق مع أي مدرب، ولكن هو شايف إن مسألة غلق الاستاد في التوقيت اللي زي ده وأنت داخل على أهم مسابقة دوري أبطال إفريقيا، دي أهم مسابقة في القارة الإفريقية وأهم من الدوري العام، فبالتالي كان شايف إن التوقيت مش مناسب وممكن يضر النادي الأهلي، ولكن هو هيتعايش مع المسألة ومع الموقف. اتمرن في ملعب التتش بالامس، والنهارده هيكون اول مباراه ليه على استاد السلام منذ فتره طويله، لان كولر على فكره كان له وجهه نظر انه عايز يلعب حتى مباراته الافريقيه على استاد المقاولين، ولكن استاد المقاولين ليس من الملاعب المعتمده، عشان كده الفتره اللي جايه لما الاهلي مش هيلعب في استاد القاهره مباراه الدوري هتلاقوه بيلعب في استاد المقاولين حتى مباراه سموحه اللي جايه. عموما ان شاء الله باذن الله نتمنى التوفيق للاهلي النهارده ويحرز الثلاث نقاط، لعل وعسى تكون المباراة الأولى والأخيرة، لأن مباراة شباب بلوزداد يوم 9 ديسمبر الساعة 6 قبل السفر إلى السعودية يوم 11 ديسمبر وارد أنها تقام على استاد القاهرة، ولكن ده هيتحدد نهاية الأسبوع الجاري. نطلع دلوقتي إلى المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق ميدياما الغاني، ومن التقرير أو من المؤتمر الصحفي فاصل، وبعد الفاصل نرجع لسه عندنا كواليس مهمة جدا عن مباراة الأهلي وميدياما. ولك عسير يا السؤال كان بالنسبه انه النادي الاهلي يلعب المباراه على استاد السلام اللي يعتبر مش ارض النادي الاهلي او مش ملعبه مؤخرا، فبقاله فتره مش بيلعب عليه، هل ده هيسبب ضغط؟ الكوتش وضح ان هو كمدير فني بالنسبه له عادي يلعب على اي ملعب، ما فيش اي ضغط على الاطلاق بالنسبه ليه او للاعبين، هم جايين ومستعدين للنادي الاهلي ومستعدين كويس قوي لمباراه بكره. هو درب ولعب ماتشات كتير جدا سواء في غانا او خارج غانا، وهي دي كره القدم، لعب في ملاعب كتير قوي، فهو جاي هو واللاعبين ومستعدين لمباراه يوم السبت ان شاء الله. We are playing 10 v 10. السؤال كان عن لاعب نادي الاهلي بيرسي تاو انه احرز 4 اهداف في اخر 5 مباريات لعبها، وكانت اجابه الكوتش انه مباراه الغد زي اي مباراه كره قدم هيكون 10 لاعبين امام 10 لاعبين باستثناء طبعا حراس المرمى، او زي ما بيقال في كره القدم 11 قدام 11، فهو عارف انه النادي الاهلي هيكون اسلوبه بكره اسلوب هجومي. الكوتش هو كمان مش هيعتمد على الدفاع، لا بالعكس استراتيجيته او سلاحه او السر اللي هيكون في مباراه بكره انه الدفاع هو اللي هيؤدي للهجوم، اللي هيؤدي للهجوم اثناء المباراه، فهو مش هينزل يدافع بس، بالعكس هيكون دوره انه هو باستراتيجيته جيته في المباراة ان هو يمنع النادي الاهلي من اي فرص هجومية او فرص انه النادي الاهلي يجيب بيها اهداف. طيب مباراة النهاردة الاهلي مع ميدياما بالتأكيد مباراة صعبة جدا، ولكن في نفس الوقت النهاردة في غيابات كتيرة وعديدة في صفوف الفريق، تنوعت فكرة الغيابات ما بين اصابات او وجهات نظر فنية الى مارسيل كولر، ولكن ابرز الغيابات بسبب الاصابة انتوني موديست وعلي معلول ومحمد الضو كريستو، بالإضافة إلى رضا سليم الغائب منذ أول نوفمبر بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة سان داونز في إياب الدور نصف النهائي في الدوري الأفريقي لكرة القدم. النهاردة في 10 لعيبة، ما يقرب من 10 لعيبة، ده جزء كده من مران الأمس اللي كان في ملعب التتش في الجزيرة، بيبقى أول ربع ساعة من التدريب مسموح بالتصوير طبقا للعمل الإعلامي
اللي بيحدده الاتحاد الافريقي في دور المجموعات وبدءا من دور المجموعات في الدوري الابطال الافريقي. انطونيو مودست يمكن تعرض لاصابه في العضله الضمه. علي معلول كان عنده اصابه في العضله الخلفيه وكان بيواصل برنامجه التاهيلي في الفتره الاخيره، ولكن الجهاز الفني فضل راحت يعني علي معلول عشان يكون جاهز في الفتره اللي جايه. رضا سليم في اصابه بكسر في الترقوه. كريستو يمكن اصيب في التدريبه اللي اتعملت ما بين عدد من اللاعبين الصاعدين مع الفريق الاول، ودي كانت في تدريب يوم الخميس، تعرض لاصابه بجزع في الرباط الداخلي للركبه. وكمان محمود متولي وعمرو السوليه لسه راجعين طبعا من فتره غياب طويله جدا، فالجهاز الفني فضل ما يكونوش موجودين في المباراه الافريقيه. الاسباب الاخرى بقى المتعلقه بمارسيل كولر طبقا لاحتياجاته في هذا اللقاء، خالد عبد الفتاح وحمزه علاء وكريم نيدفيد ومحمد زعلوك. هو في النهايه اختار قائمه. الاخبار بخصوص التشكيله الاساسيه يعني اختلفت، في ناس تقول لك ممكن يبدا بمحمد هاني، وفي ناس تقول لك لا الافضل هيبدا باكرم توفيق. وهنا وجهات النظر بتختلف طبقا للرؤيه الفنيه. لو عايز تكسب وعايز تعمل اداء هجومي ممكن تبدا بهاني، لو الجبهه ديت فيها اداء هجومي قوي لفريق دياما يبقى الافضل تبدا باكرم توفيق. الجبهه اليسرى لا بديل عن وجود كريم الدبيس، لان كمان علي معلول مش موجود، وخالد عبد الفتاح البديل اللي كان ممكن يلعب في اوقات معينه بديل لعلي معلول برده مش موجود. خط الدفاع من خلال متابعتنا يعني رامي ربيعه بجوار محمد عبد المنعم، مع بالتاكيد وجود محمد الشناوي في حراسه المرمى. لو بنتكلم على وسط الارتكاز، كل الاخبار والمصادر بتتكلم على ان وسط الارتكاز مش هيخرج عن الثلاثي اليو ديانج، مروان عطيه، وامام عاشور. في الامام لا بديل امامك سوى وجود محمود عبد المنعم كهربا. كهربا ما كانش موجود الفتره الاخيره بسبب يعني الايقاف اللي كان مطبق عليه في بطوله الدوري، 5 مباريات ما لعبهمش، يمكن متبقي مباراه وحيده في الدوري يغيب عن مباراه سموحه اللي جايه، وهيكون جاهز ابتداء من مباراه زد ان شاء الله. ولكن في افريقيا النهارده كهربا هيعود للتشكيله الاساسيه في ظل غياب بنتكلم على انطوني مودست مش موجود في القائمه. صلاح محسن ممكن يكون له دور او لا، دي وجهه نظر مارسيل كولر. الاطراف في ناس بتتكلم اللي ممكن يبدا ببيرسيتا وحسين الشحات، في بعض الاراء بتشوف ان احمد عبد القادر ممكن ياخد جزء من المباراه. طاهر ما كانش بيتمرن اخر تدريبتين ثلاثه، كان يعني كان عنده اصابه كده طفيفه فاتمرنش يومين ثلاثه متتاليين، فبالتالي ممكن ما يكونش في التشكيله الاساسيه. يعني في النهايه التشكيله مش هتخرج عن العناصر اللي انا اتكلمت فيها، ودي الغيابات المؤثره اللي ممكن تكون موجوده النهارده في تشكيله فريق النادي الاهلي. بالمناسبه عايز اتكلم النهارده كمان على معسكر، والنهارده البرنامج المعد بالنسبه لمعسكر النادي الاهلي. احنا بنتكلم النهارده كان الفطار حوالي الساعه 11، اتعمل تدريب خفيف في فندق الاقامه حوالي الساعه 12:30. الغداء دلوقتي في هذه اللحظات انا معاكم في وجبه الغداء لكل عناصر الفريق، والمحاضره 6:15، وبعدها التحرك ان شاء الله الى استاد السلام. كل التفاصيل بقى نعرفها دلوقتي من خلال زميلنا محمد توفيق، موفد قناه الاهلي موجود حاليا في فندق الاقامه عشان نعرف منه كل الاخبار وكل المستجدات. توفيق مساء الفل، اخبارك؟ وعايزك بقى تطمني على الفرقه قبل التحرك ان شاء الله الساعه يعني 6:30 7 كده بعد المحاضره على طول باذن الله. مساء الخير يا محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني ضربه البدايه ان شاء الله تكون ضربه موفقه لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. بالطبع النادي الاهلي بيخش هذه البطوله وهو حامل لقب البطوله الماضيه، وان شاء الله يصل لالقاب عديده جدا ويحافظ على لقبه للعام الثاني على التوالي باذن الله رب العالمين. يمكن يا محمد زي ما ذكرت يمكن النهارده الفريق كان يومه يعني بدا بدري جدا في فندق الاقامه، الفطار طبعا كان الساعه 11 صباحا، كان فقره التدريب اللي بتبقى داخل الفندق كانت 12:30، كان في يعني كده زي ما بنقول وجبه خفيفه الساعه 2 كانت اختياريه لمن يرغب من اللاعبين، والساعه 5 يعني كان منذ لحظات قليله الفريق انتهى من تناول وجبه الغداء. ان شاء الله هتكون المحاضره في تمام 6:45، ومن بعدها ان شاء الله التحرك لملعب السلام لملاقات فريق ميدياما الغاني ان شاء الله زي ما قلنا في بدايه دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. يمكن الفريق محمد زي ما انت عارف ابتدى الاستعداد لهذه المباراه منذ الاحد الماضي، يمكن الفريق طبعا خاض 1 و2 تدريبات عاديه، يوم الثلاث كان في مباراه وديه ما بين فريقين ومطعمين ببعض العناصر من قطاع الناشئين. طبعا الدوليين انضموا فقط من مران الخميس والجمعه، كان طبعا تركيز شديد جدا. اهم ما يميز كل التمرينات يا محمد ان كان في محاضرات سواء فيديو او محاضرات نظريه مع اللاعبين. مستر مارسيل كولر بياكد بشكل يعني قاطع ان ما فيش تهاون في هذه المباراه، عايزين نستغل البدايه ان المباراه على ارضنا وان شاء الله نحقق 3 نقاط وتكون بدايه قويه، نستغل عملية الارض والجمهور ويكون في تركيز من البدايه، خاصه ان اكيد فريق طامح زي فريق ميديام عامل
مفاجآت يا محمد منذ بداية بطولة دوري أبطال أفريقيا. فطبعا الفريق عامل حسابه سواء الجهاز الفني أو اللاعبين، وإن شاء الله زي ما قلت لك تكون بداية موفقة وضربة بداية قوية جدا بإذن الله رب العالمين، خاصة زي ما تابعنا محمد امبارح يمكن مباراة شباب بوليزاد وفريق يانج افريكانز كانت قويه جدا، يمكن شفنا فريق شباب بوليزداد يعني ظهر بصوره مغايره جدا عن الموسم الماضي، اكثر تدعيما اكثر قوه هجوميه. ان شاء الله يكون الفريق النهارده يستغل هذه الضربه وتكون بدايه موفقه باذن الله رب العالمين، وننتظر فيما هو قادم باذن الله مباراه يانج افريكانز خارج الارض ومن بعدها على طول مباراه شباب بوليزداد على ارضنا هنا باذن الله رب العالمين. توفيق، من خلال اللقطات اللي انا شايفها قدامي دلوقتي على الهواء مباشره، الاهلي موجود في نفس فندق الاقامه اللي كان موجود فيه قبل كده حتى لما كان بيلعب في استاد القاهره، يعني تغيير ملعب المباراه ما خلاش او ما اجبرش الجهاز الاداري انه يغير فندق الاقامه، فهل الفندق قريب من استاد السلام ولا الفريق ممكن يتحرك بدري شويه لو كانت المباراه في استاد القاهره او عكس لو كانت في استاد القاهره؟ بالطبع محمد يمكن ده الفندق اللي النادي الاهلي تقريبا بقاله 3 سنين بيبقى مكون فيه ليله كل مباراه، بالطبع في الفتره دي كنا بنلعب بعض المباريات على استاد السلام، ويمكن بس مستر مارسيل كولر زي ما انت عارف ان هو غير الملعب وخلى الملعب المعتاد لفريق اللي هو الملعب التاريخي استاد القاهره الدولي. يعني الفريق الفندق موجود في منطقه التجمع الخامس قريب جدا سواء من استاد السلام او كمان من استاد القاهره محمد، يمكن المسافه تقريبا واحده، فهو الحمد لله قريب سواء من استاد السلام او من استاد القاهره، وده طبعا لدفع الجهاز الاداري والجهاز الفني ان هم يثبتوا الفندق ما فيش اي مشكله، خاصه زي ما قلت لك كان قبل كده كمان كنا مقيمين فيه بشكل طبيعي جدا في الفتره اللي الاهلي كان بيخوض فيها مباريات على استاد السلام، وكمان لما كان المباراه في استاد القاهره فهو المكان تقريبا متوسط ما بين الاستادين سواء استاد السلام او استاد القاهره، فما فيش مشكله خالص من ناحيه الوقت والمسافه، بالعكس يمكن تكون المسافه ابعد منه وبين استاد السلام، ولكن طبعا الطريق بما انه طريق مفتوح فما فيش اي مشكله من حيث الوقت، وطبعا يعني قوات الامن وبتعاون مع وزاره الداخليه دايما مع النادي الاهلي بيكون في تامين سواء الاتوبيس من الناحيه الامنيه او كمان مروريا بيكون في تامين لكامل خط السير لحتى وصول لملعب المباراه. طبعا بالطبع محمد نقطه مهمه جدا وهي عوده النادي الاهلي في هذه المباراه لاستاد السلام، طبعا يعني استاد القاهره يمكن مغلق بشكل مؤقت لبعض الاجراءات، اعتقد ان الفريق مش غريب على استاد السلام، وباذن الله رب العالمين النهارده يكون موفقين، وباذن الله زي ما قلت ضربه بدايه قويه ما ياثرش فيها تغيير الملعب او اي حاجه، اهم حاجه ان جمهور النادي الاهلي على طول هيكون في ظهر فرقته وموجود كالعاده، وباذن الله يكون اول 3 نقاط في دور المجموعات السنه دي باذن الله رب العالمين. يا محمد زميلنا محمد توفيق موفد قناة الأهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات من فندق إقامة فريق النادي الأهلي قبل التحرك إلى استاد السلام بعد المحاضرة اللي هتنطلق إن شاء الله الساعة 6:15 من مساء اليوم. فاصل ثم نواصل. النهاردة السوشيال ميديا كلها بتركز على فكرة كولر هيبدأ بمين وأفضل الخيارات الفنية اللي ممكن تكون مرجحة لكفة الأهلي أمام ديام الغاني، كل ده نطلع نتابعه ونشوفه في آخر أخبار الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، والبدايه في اخر اخبار الترند بترند الاهلي، واول حاجه معانا النهارده في ترند الاهلي حساب يلا كوره بيتكلموا على التشكيل المتوقع للاهلي امام ميدياما الغاني، مفضله ما بين اكرم توفيق ومحمد هاني، ودي الجزئيه اللي اتكلمت عليها من شويه، التشكيل بنسبه 90-95% ما فيهوش تغيير، الشناوي من عمرامي في الدفاع، كريم الدبيس ظهير ايسر، المفضله ما بين هاني او اكرم في الجبهه اليمنى، وسط الملعب مروان عطيه اليو ديانج امام عاشور، الهجوم بيرسيتا وحسين الشحات محمود كهربا. طيب نروح لحساب كورة بلس وقد يختلف نوعا ما عن تشكيل يلا كورة. تشكيل كورة بلس للأهلي في مواجهة ميدياما نفس الكلام، الشناوي كريم الدبيس منعم، ولكن هناك استقرار بالنسبة لكورة بلس على الدفع بياسر إبراهيم بدلا من رامي ربيعة، أكرم توفيق مكان محمد هاني، ومروان عطية وأليو ديانج إمام عاشور في وسط الارتكاز، والثلاثي الهجومي الشحات محمود كهربا بيرسيتاو، يعني بنسبة كبيرة الاختلاف على مركزين فقط في التشكيل. طب سبورت 360 مصرية بتتكلم على أرقام مهمة جدا لمحمود كهربا تحت قيادة كولر في البطولات الإفريقية فقط، لعب كهربا مع كولر 16 مباراة، عمل مساهمة تهديفية في 13 هدف، بمعنى أنه أحرز 10 أهداف وعمل 3 أسيست، أداء مميز يقدمه الفولت العالي، ومرشح كمان كهربا لجائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية الإفريقية. حساب اليوم السابع بيتكلموا على بقيادة موزيس ومعلول، 10 لعيبة هتغيب النهاردة عن الأهلي أمام ديام الغاني، أنطوني موديست إصابة في العضلة الضمة، عاني معلول إصابة في العضلة الخلفية، رضا سليم إصابة بكسر في الترقوة، محمد كريستو الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، عدم الجاهزية نتيجة فترة غياب طويلة السلية متولي، وأسباب فنية خالد عبد الفتاح وكريم الندفد وحمزة علاء
ومحمد زعلوق. دي أبرز النقاط اللي موجودة النهاردة في ترند الأهلي على الغيابات والإصابات والتشكيلة المتوقعة. نخرج إلى فاصل ثم نواصل. ده كان جانب من كواليس فريق النادي الأهلي في فندق الإقامة قبل انعقاد المحاضرة بعد أقل من نصف ساعة. نروح للجزء الأخير من الحلقة وهو متعلق بالمشاركات على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، توقعاتكم على التشكيل ونتيجة اللقاء. ملك بتقول الشناوي، كريم منعم، ربيع أكرم، إمام، مروان ديانج، الشحات، كهربا، تاو. مفيش اختلاف كتير على اللي احنا قلناه برضو. سامح بيقول التشكيل الشناوي، التبيس، منعم، ربيع أكرم، مروان، إمام، ديانج، الشحات، كهربا، تاو. إن شاء الله بداية قوية وانتصار كبير يوجهه رسالة لفرق القارة بقدوم المارد الأحمر كبير القارة. الأهلي هيكسب 3-0 وقول يا رب. إيهاب بيقول الشناوي، هاني، ربيعة، منعم، الدبيس، ديانج، إمام، مروان، تاو، الشحات، كهربا. آخر حاجة معايا عبده بيتوقع أفضل تشكيل الأهلي، الشناوي، كريم، منعم، ياسر، هاني. يعني هنا في اختلاف، ديانج، مروان، الشحات، إمام، بيرسي، تاو، كهربا. الأهلي هيكسب 0-3 إن شاء الله. دي كانت أبرز التعليقات على سؤال حلقة النهاردة من برنامج الترند. زي ما قلت لحضراتكم التشكيل الكل بيتوقع بنسبة 90% نفس الأسماء، ولكن الاختلاف على مركز أو اتنين، الظهير الأيمن والمساك اللي هيلعب بجوار محمد عبد المنعم. في النهاية بنتمنى التوفيق لمارسيل كولر في اختيار أفضل تشكيلة، وكمان نتمنى له التوفيق يا رب النهارده في إحراز أول 3 نقاط في دور المجموعات ونتيجة وأداء تساعد الأهلي في الفترة القادمة. في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.